صخري مباركة. احنا اليوم الدورة هذه حبيناها تكون، احنا عارفين اننا من الغلط حتى البني عندك يكسر القصيدة اللي هي تروح إلى يعني إذا تقول عن في إمكانية حقهم أنه يأخذوا يفكروا فيها. وربما الدورة التدريبية هذه مخصصة لطلبة صناع محتوى. احنا نحبين دائما من خلال مواقع التواصل الاجتماعي اننا ننشر محتويات هادفة خاصة في مجال حماية وترقية الطفولة. راح تكون فرصة انه المحتويات اللي راح تصنع من قبل هاد الشباب تكون تهدف الى تعريف بحقوق الطفل، تهدف الى تعريف بكل الآليات اللي وضعتها الدولة الجزائرية في مجال حماية وترقية حقوق الطفل، لا سيما نتكلم على الرقم 11-11 الموضوع تحت تصرف كل مواطنين لطلب توجيهات ومعلومات وإرشادات متعلقة بالطفولة، وأيضا للإخطار عن أي مساس بحقوق الطفل.